بأول مباراة له بعد رحيل مدربه التركي بختيار فان اللي سقط العهد بفخ التعادل السلبي مع ضيفه المبرة بالمباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب العهد. صاحب الأرض دخل المباراة بقوة وكاد لعبه الجديد البرازيلي مارسيلو يفتتح التسجيل باللحظات الأولى، لكن تسديدته مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى محمد شكر. مارسيلو عاد ليصنع الخطر من جديد بكرة رأسية تكفلت العارضة بإبعادها. رد المباراة اجى عن طريق السوري خالد الصالح احد افضل لاعبي المباراة بالمباراة بتسديده الى جانب القائم الايسر ليهدى من بعد ايقاع اللعب حتى الدقيقة 39 عند مقام حسين عواضة بمجهود مميز تخطى فيه اكثر من مدافع ومرر الكرة لطارق العلي يلي سدد كرة قوية من داخل المنطقة ابعد محمد شكر ببراعة على ركنية. بالشوط الثاني عرف المباراة كيف يسكر منطقته وكاد يفتتح التسجيل بالدقيقة 61، لكن وحيد فتال كفل بابعاد تسديدة محمد عز الدين من مسافة قريبة لترتد الكرة لرامي عمار يلي سدد بقوة، لكن كرة وجدت رأس حسين دقيق يلي أبعدها لركنية. العهد كثف ضغطه بالثلث ساعة الأخيرة من المباراة، خاصة بعد دخول حسن شعيط وموني يلي كاد أنه يسجل بعد لحظات من دخوله الملعب، لكن كرة الأكروباتية الجميلة مرت قريبة من مرمى المبرة. وبالدقيقة 83 عاند الحظ مجددا مهاجم العهد النشيط مارسيلو يلي استغل الخروج الخاطئ لحارس المبرة ولعب كرة برأسه أبعدها رامي عمار عن خط المرمى ليطلق من بعد الحكم صفرته معلنا نهايه المباراه، بنتيجه رح تحط المدرب الجديد للعهد زيزو تحت ضغط كبير فور استلامه مهامه مع الفريق، اما المباراه فحقق نتيجه ايجابيه باولى مبارياته بالاياب.